حل المسألة التالية باستخدام ثلاثة معادلات بثلاثة متغيرات. معادلات بثلاثة متغيرات، أخبرنا أن الزاوية الثانية من مثلث أقل بخمسين درجة من أربع أضعاف الزاوية الأولى، والزاوية الثالثة أقل بأربعين درجة من الزاوية الأولى. أوجد مقياس الزوايا الثلاث، ودعونا نقوم برسم مثلث هنا، ودعونا نسمي الزاوية الأولى A والزاوية الثانية B والزاوية الثالثة C. وقبل أن نرى هذه المعادلات، فإن إحدى خصائص المثلث التي نعرفها، وهي أن مجموع زوايا المثلث يجب أن تكون 180 درجة. إذا نحن نعلم أن A زائد B زائد C يجب أن تساوي 180 درجة. الآن دعونا نجد المعادلات الأخرى. المسألة تخبرنا أن الزاوية الثانية من المثلث، دعوني أفعل هذا باللون آخر، تخبرنا أن الزاوية الثانية من المثلث هي أقل بخمسين درجة من أربع أضعاف الزاوية الأولى. إذن B هي الزاوية الثانية من المثلث أقل بخمسين من أربع أضعاف الزاوية الأولى. إذن أربع أضعاف الزاوية الأولى ستكون أربعة A. إذن أربع أضعاف الزاوية الأولى أربعة A، ولكنها أقل بخمسين درجة عن ذلك، إذن ناقص خمسين، إذن سالب خمسين أو ناقص خمسين. الآن لنرى المعادلة الأخرى. الزاوية الثالثة أقل بأربعين درجة من الزاوية الأولى، إذن الزاوية الثالثة أقل بأربعين درجة من الزاوية الأولى. إذن الزاوية الأولى هي A وستكون أقل بأربعين من C. إذن لدينا ثلاث معادلات بثلاثة متغيرات، والآن نريد أن نحل هذا النظام من المعادلات. فأي من المتغيرات الذي يمكن لنا أن نحذفه أولا؟ دعونا نتصور ذلك بأفضل شكل. أستطيع أن أنقل هذه الـ A إلى الجانب الأيسر. كل من المعادلات الموجودة هنا، إذن سأعيد كتابة المعادلة الأولى. لدينا A زائد B زائد C تساوي 180، وهذه هي المعادلة. إذا طرحنا 4A من كلا طرفي هذه المعادلة، إذا طرحنا 4A يصبح لدينا ناقص 4A زائد B يساوي سالب 50، وهذه المعادلة الموجودة هنا. إذا قمنا بطرح A نحصل على ناقص A زائد ناقص A زائد C. يساوي ناقص 40. أنا فقط قمت بطرح A من كلا الطرفين، والآن نريد أن نحذف إحدى المتغيرات. هذه المعادلة الثالثة تحتوي على عبارتي A و C فقط، وهذه فقط تحتوي على A و C، والأولى تحتوي على المتغيرات الثلاثة A و B و C. فإذا أمكننا، دعونا نرى، هذه تحتوي على المتغيرين A و C. فإذا استطعنا تحويل هاتين المعادلتين، إذا استطعنا استخدام المعلومات الموجودة في أول معادلتين، وننتهي بمعادلة فقط تحتوي على A و C بعد ذلك، يمكننا أن نستخدم المعادلة التي حصلنا عليها من هاتين المعادلتين مع المعادلة الثالثة هنا، ويصبح لدينا نظام مكون من معادلتين بمتغيرين. لذا دعونا نقوم بذلك. نحن فقط نريد أن ننتهي بمعادلة من A و C باستخدام أول معادلتين. نريد أن نحذف B. إذا يمكننا أن نضرب إحدى هاتين المعادلتين بسالب واحد، بحيث B سالبة وتحذف مع الأخرى تصبح. إذن دعونا نقوم بذلك. دعونا نضرب أول معادلة هنا بسالب واحد ضرب سالب واحد.
فتصبح ناقص A ناقص B ناقص C يساوي ناقص أو سالب 180. ومن ثم لدينا هذه المعادلة الخضراء الموجودة هنا، فقط أعدنا ترتيبها. إذن لدينا ناقص 4A زائد B يساوي سالب 50. والآن يمكن أن نجمع هاتين المعادلتين، ويجب أن أفعل ذلك بلون مختلف حتى ترى من أين أتت هذه الأشياء. لنفعل ذلك باللون الأخضر، ناقص 4A زائد B تساوي سالب 50، ويمكن أن نجمع هاتين الآن ونحصل على ناقص A ناقص 4A يساوي ناقص 5A، وهاتان تحذفان، ولدينا ناقص C تساوي ناقص 180 ناقص 50 يساوي ناقص 230. إذن الآن وباستخدامنا لأول معادلتين حصلنا على معادلة تحتوي فقط على A و C، ولدينا A و C فقط، وإذا قمنا بجمعهم يمكن أن يحذف أحد المتغيرين. إذن دعوني أقوم بإعادة كتابة هذه المعادلة هنا، ويجب أن نكون حذرين عند استخدامنا لكل من هذه المعادلات. يجب أن نكون حذرين هنا، هذه المعادلة الأولى أتت من هاتين المعادلتين. الآن أريد أن أدمج هذه مع المعادلة الثالثة، المعادلة الثالثة والتي لم يتم جمعها مع هذه المعادلة. إذن لدينا ناقص A زائد C يساوي سالب 40. نقوم بجمع هاتين المعادلتين، ناقص 5A زائد ناقص A تساوي ناقص 6A. الC يتم حذفها، ومن ثم لدينا ناقص 230 ناقص 40، وهذا يساوي سالب 270. ويمكننا أن نقسم كلا الطرفين على سالب 6 ونحصل على A تساوي سالب 270 على سالب 6. دعونا نرى كم عدد المرات المئتان وسبعين تقبل القسمة على كل من ثلاثة وعلى اثنان، إذن فإنها تقبل القسمة على ستة. لذا دعونا نقوم بالقسمة. الإشارة السالبة يتم حذفها لأن سالب على سالب يساوي موجب. إذن إذا أخذنا 270 على ستة وسبعة وعشرين على ستة تساوي أربعة، وأربعة ضرب ستة تساوي 24. نطرح ونحصل على 3 وننزل الصفر، وثلاثين تقسيم 6 تساوي 5. إذا نحصل على A تساوي 45، ويمكننا أن نعوض ذلك لإيجاد قيمة C، و C تساوي A ناقص 40. C تساوي A ناقص 40، وهذا يساوي، دعوني أكتبه هنا باللون الأصفر. إذن C تساوي 45 ناقص 40 وتساوي 5 درجات. إذن حتى الآن لدينا A تساوي 45 و C تساوي 5. C تساوي 5، ويمكنك أن تعوض في إحدى هذه المعادلات لإيجاد قيمة B، ويمكننا أن نستخدم هذه الموجودة باللون الأخضر، وهي B تساوي 4A ناقص 50. إذن B يجب أن تساوي 4 أضعاف 45 ناقص 50. دعونا نرى، 2 ضرب 45 يساوي 90، إذن 4 ضرب 45 يساوي 180، إذن B تساوي 180 ناقص 50 باستخدام هذه المعادلة، والتي تساوي 130. إذن نحصل على B تساوي 130، والآن دعونا نكتب ذلك هنا. A تساوي 45
في الواقع يجب أن أعيد رسمه، وفي الواقع يمكنه أن يبدو بهذا الشكل: A زاوية ب45 درجة، B زاوية ب130، و C تساوي 5. إذن سيبدو تقريبا بهذا الشكل. إذن هذه A والتي تساوي 45 درجة، و B تساوي 130 درجة، و C تساوي 5 درجات. ويمكننا أن نتحقق من ذلك فقط بجمع هذه الثلاثة زوايا: 45 زائد 5 يساوي 50. آسفة، هذه الزاوية تساوي 130 وليست 135. إذن عندما نجمعهم، 45 زائد 130 زائد 5 يجب أن تساوي 180، 45 زائد 5 يساوي 50 زائد 130، إذن بالتأكيد تساوي 180. إذن فهي تحقق المعادلة الأولى، ومن ثم لدينا المعادلة الثانية: ب تساوي 4a ناقص 50، و 4 ضرب a يساوي 180 ناقص 50 يساوي 130. إذن فهي تحقق المعادلة الثانية أيضا. الآن المعادلة الثالثة: c تساوي a ناقص 40، و a تساوي 45، و c تساوي 5. فإذا طرحت 40 من 45 ستحصل على 5، وهي قيمة C. إذن فهي تحقق كل هذه المعادلات، وقد انتهينا.